اسمحوا لي بأن استقبل معي على الهاتف الأستاذ فيصل الجفن، الكاتب والناقد الرياضي القدير الذي أكله كل المحبة والتقدير. أستاذ فيصل، أهلا وسهلا حبيبي، أهلا لي شرف أن أخوك وجودي معك وعلى السادة المستمعين. الله يعطيك العافية. أستاذ فيصل، فريق جماهيري وكبير بحجم نادي الهلال يأتي محترفه في وقت متأخر ليلا أو فجرا اليوم، يمنع من دخول المملكة العربية السعودية لعدم جاهزية تأشيرة الدخول، بنظرة عامة كيف تفسر ذلك؟ لا أنا أعتقد أن هذه من ضمن التفاصيل اللي ممكن خلينا نتكلم بأشياء جميل ما رح منها فائدة. أنا عادة أحب أتكلم عن الأشياء الرئيسية، يعني لما بتكلم عن أشياء حدثية تحصل بنفس اليوم فبالإمكان أي واحد يلقى لها تبرير كأنه التساؤل يكون ماله يعني قيمة، ولكن أنا أقيس الأمور بمجمل عام. هو ما في شك أن إدارة الهلال للأسف، وهذا الكلام اللي يؤسفني أني أتكلم بهذا الطريق، أنه كنت أتمنى للأمير عبد الرحمن مساعد على الأقل نهاية فترة في رئاسة الهلال، ولا هو كعضو شرف مستمر أو كمشجع مستمر، ولكن كلامي الآن حاليا على رئيس النادي تكون أفضل بكثير من الوضع الحالي. يعني أنا أشاهد الهلال في مشاكل كثيرة، هلال كل يوم في زيادة بانعدام الثقة، وهذه اللي أنا ركز عليها، انعدام الثقة بينه وبين المدرج، بينه وبين المتابعين، يعني كأنك تشاهد هلال غير الهلال المتعارف عليه. إذا بتكلم بمنطقية وواقعية وتفصيل كامل لما حدث في فترة تقريبا شبه كاملة، أنا ما أبغى أتكلم عن موسم وخلي المواسم الماضية، فأنا يعني بكل واقعية أقدر أقول أنه الأمير عبد الرحمن مساعد لم ينجح، يعني بالمجمل بغض النظر من المدرب يشيلوا بنتري رجعوا كواك، هذه تفاصيل أنا ما زلت أقول أن هذه الأشياء تعتبر تفاصيل، لكنها بالأخير تعطيك زي المؤشرات لعمل هذه الإدارة أو لأي إدارة كانت، سواء كانت القطاع الرياضي، القطاع السياسي، القطاع التجاري، القطاع الاقتصادي، هي إدارة واحدة أنا أعتقد، لكن تختلف في طريقة إدارة الشيء المخول له. لما يكون رئيس كرة القدم أو رئيس نادي كبير مثل نادي الهلال، أنا أعتقد أنه فيه أولويات كان من الواجب أنه يتعامل معها بشكل غير ما يحصل حاليا، وهذه النتيجة اللي أكيد ما ترضي الهلاليين. جميل جدا. من حديثك ذكرت بأن هذه التفاصيل ربما لا تكون هي المعنية بشكل أكبر، ولكن أيضا قيمت بأن فترة الأمير عبد الرحمن بن مساعد في نادي الهلال لم تكن ناجحة. السؤال، لماذا الآن في هذه الفترة ظهر هذا الصوت بأن الفترة لم تكن ناجحة بعد مسيرة طويلة؟ لا 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 لا، يعني أنا خلينا نتكلم عن نفسي، لأنه عادة لغة التعميم تكون ظالمة سواء كانت بالإيجاب أو بالسلب. يعني أنا لا يمكن طبعني مع مجموعة بأنهم متميزين بمجرد أنه انتمائي لهم أو أني سلبي بمجرد انتماء. خلينا نفصل، يعني أنا أتكلم عن نفسي، ما لي في الآخرين. أنا كنت أحذر من 4 سنوات، المقالات موجودة، المقاطع في اليوتيوب موجودة، كنت أقول الهلال مقبل على كارثة، وهذا الكلام كان يعني موثق وموجود، لكن الجمهور ما يبغى يسمع الكلام هذا للأسف، وهذا واقع رياضة عام. يعني أنا ما أرمي على مدرج الهلال، أنا أرمي على جميع المدرج بالضبط، هما ما يبغوا يسمع الكلام هذا، هو يبغى يسمع رئيس لو إن شاء الله ما مخباته ولا 5 ريال، لكن أهم شيء يجيب لي بطولة أفوز، ما يفكر بالتفاصيل اللي توصلت للنجاح، ما يفكر بالأشياء اللي ممكن تفقد هيبتك. يعني مثلا على سبيل المثال إذا طلع من الكرة السعودية ونتكلم مثلا مثال اتحاد إمارات اتحاد سعودي، النتيجة شفناها كلنا بعيونها واقعية في آسيا، شفنا المنتخب الإماراتي الممنهج والمبرمج والمعمول عليه، واللي يعطي الثقة لمدربة واللي يعطي الثقة لمجموعة من اللاعبين وقصطاء وأنهم يسيطرون على هؤلاء اللاعبين. أنا ما أعتقد أنه في دولة خليجية تملك مواهب ومهارات مثل ما وجدت المملكة العربية السعودية، بل على العكس، إن كان المملكة أن تكون تصديرها للاعبين لو في منهجية صحيح تنافس الدول الكبرى، لأنه عندنا مواهب وإحنا قاعدين نشوف المواهب تخرج برا من غير تصدير. يعني أنت نعرف اللي يروحوا القطر، من ضمنهم الموهبة الجوهرة النادرة اللي نفتخر فيه عموري، هو بالأخير ينطبق عليه نفس الكلام اللي أنا قاعد أتكلم عنه. فإحنا ما عندنا مشكلة من المواهب، إحنا عندنا مشكلة في إدارة والحفاظ على هذا الجوهر. أنا بإمكان أي واحد إنه يشتري جوهرة، لكن في واحد يقدره وفي واحد ممكن يرميه وثاني يوم تتلون موجودة. هذا نفس الموضوع كثر في كرة القدم، فلذلك أنا أقول عندنا مشكلة كنا نحذر منها. أنا كنت أحذر من شغلة واحدة، إنه لا يكون الهلال مشاكل تخرج في الإعلام، لأنه كانت هي الشيء الوحيد الفارق عن الأندية. الهلال يكون فيهم مشاكل حتى في وقت بطولاتهم الأسيوية وفي بطولات عزهم وفي بطولات مجدهم كانت تحصل في مشاكل، يعني لكن كانت مسيطرة عليها، كان
في اولويات برايورتي رقم واحد. كان الهلال مثال في هذه النقطه الاحتواء. صحيح. استاذ فيصل، في بدايه حديثك ذكرت انك لم تكن تتمنى بان تكون نهايه الامير عبد الرحمن بن سعد في كرسي الرئاسه الهلاليه بهذا الشكل. لماذا قلتها جازما؟ لانه المؤشرات، يعني انا بالاخير يعني شوف، مشكلة انه لما تتكلم عن رسالة الانديه كل حرف انت تتكلم عنه محسوب عليك ايجابيه، يعني عاده الناس او الاغلب ما يبغى يفكر، يبغى ياخذ الماضي. انت تتكلم بشخصنا او غير شخصنا. انا خليني اتكلم الان بواقعيه معك انت، يعني يهمني انه انت تختلف بغض النظر عن الناس اللي بينظرونها من جانب ثاني. جميل. عبد الرحمن بن مساعد من افضل الرؤساء اللي مروا على كره القدم بوضع الاثاره في خارج الملعب وداخلها. انا اتكلم ما زلت 7 سنوات، شوف لا تاخذ لي يعني حتى بتقييمنا قبل شوي كنا نتكلم عن 7 سنوات، نسينا سالفه تمرات انه ما دخل، لاني انا عدها موضوع تامل تفاصيل تقييم كامل. جميل. جميل. عبد الرحمن بن سعد من افضل الرؤساء اللي مروا على الاقل خلينا نقول 15 سنه الاخيره، اذا نضبط مع سلطان، فيصل بن تركي، منصور بلوي، لا يمكن لواحد يتابع كره القدم بدقه ما يضع حوالي الاربعه على راس القائمه، انا اتكلم العشر سنوات الاخيره. جميل. دفع من جيبه، مرض، قدم يعني كثير، حمل الضغوط. صحيح. يعني الرجل يفرق عن لو اجي واتكلم عن رئيس نادي ثاني يبحث عن الشو بالاخير ما يدفع، هذا على الاقل انا في معلومات انا اعرف انه فعلا الرجل يتحمل ديون ودفع مبالغ طائله، هذه خلصي بناء. صحيح. ما في شك لحبه وعشق النادي الهلال، هذه ما عليها جدال. ما في شك انه الرجل اجتهد، هذه ما عليها جدال. لكن مشكله عبد الرحمن بن مساعد انه عنده غلطات تنسو كل العمل الايجابي اللي عنده. تقسم ظهر الباقي. يتعلم من اخطائه، يعني والدليل تراكم هذه الاخطاء وتصبح يعني تتكاثر بزياده من موسم لموسم. بدايه الموسم هذا كان انه في عقود استثماريه وانه في اعتراف باخطاء الموسم الماضي، من ضمنها التعامل الاعلامي واللي انا اركز عليه، التعامل الرسمي الاعلامي لنادي الهلال. انا ما اعتقد انه تغير شيء، يعني بعد ما بدا الموسم ما شاهدت ذاك التغيير، وعلى القمانه مثله. على مستوى اللاعبين الجماعه ترى ما قصروا، جابوا لاعبين، جابوا مدرب بمبلغ وقدره، يعني ما حتى ما استصغروا المبالغ او صحيح انهم يدفعونها. دفع، لكن في غلطات تسويها. اكبر غلطه صار على هذه الاداره، عشان ما حد يقول انتم قاعدين تتكلمون ولا تشرحون صحيح، اكبر غلطه سوتها هذه الاداره انها كانت ماشيه وان وي، ماشيه طريق واحد اسيا وبعد اسيا يحلها الله. يعني حطوا نسبه الفوز هي المنقذه لكل شيء بعد اسيا. بعد اسيا خسارتك لاسيا متوقع مثل انديه عالميه وداخليه ومحليه وعندنا مستويات كثيره انه يكون عندك دروب، وهذا شيء طبيعي. صحيح. المشكله هنا تعامل الاداره، لم تتعامل مع هذه المرحله كما يجب. شوف انا افرق بين مساله انه اللاعبين هل من حقهم انهم يحبطون؟ لا، من حقهم، من الطبيعي انه يحبطوا، من الطبيعي انه يعني قبلها بساعه كان عندي انجاز اني اكون بطل اسيا، بعدها بساعه اخرج من المباراه وانا احس بغبنه وظلم من تحكيم، وانا اديت وقدمت بس ما قدرت اسجل، هي محبطه لا شك. صحيح. لكن الممسك على الاداره انها ما تعاملت كما يجب. بس جميل. اخيرا، لذلك انت ترى ان الامير عبد الرحمن بن سعد يجب ان يرحل من كرسي الرئاسه؟ انا اعتقد انه مو يجب ان يرحل، بس بفرق، يعني الفرق اللي هنا مختلف عن مساله او خلينا نسميها مثلا جمله يرحل. جمله يرحل دائما تاتي مع السلبيات. انا اقول يرحل لانه الرجل واضح انه متملل فقط. جميل جدا. انا تتذكر قبل شوي الصفات اللي موجوده فيه، حبه وعشقه والدفع المادي، هذه يعني اخترنا بتشجيعه للهلال او حبه او اخلاصه للهلال. لكن ما انا ما اقول يرحل، انا اقول شكرا لك، ما عندي زياده. هذا اللي انا يعني كمتابع انا ارى انه عبد الرحمن كان ما عنده زياده ولا يلام، يعني يحضنون او خلينا نقول الضغوط كبيره، مدرج الهلال كرسي نادي الهلال ساخن جدا، لكن عندك اخطاء يا عبد الرحمن بن مساعد، عندك ايجابيات لكن عندك اخطاء سلبيات الان بدات يعني نهايتك غير جيده. بالتاكيد. الاستاذ فيصل الجيفي متحدثا عن الشان الهلالي، انت من الاسماء التي بالتاكيد نحتاجها لتثقف وترفع من وعي المتابع السعودي. شكرا جزيلا لك. شكرا. الله يكرمك.